في هاي الحياة بعمرك لا تستنى الفرصة تيجيك، لأنه الفرصة ما بتيجي، الفرصة بكل مرة أنت لازم تصنعها. مرات كتير الدنيا بتجردنا من كتير طموحات وأحلام إحنا كنا نتمناها ونرغبها، وحتى في مرات حقوق إلنا الدنيا بتاخدها منا وبتقتنصها، بس مش لأنه إحنا أشخاص سيئين. ودائما نتذكر هذا الشيء، اتذكر أنه مرات الفرص الطايعة منا هي ما كانت طايعة أبدا، وما أجتنا عشان تكون إلنا، اجتنا لتواعينا ولتفهمنا انه الدروس اللي في الحياة بتعطينا اياهم عشان نفهم انه وجودنا على هاي الارض ما كان بكل هاي السهولة. رب العالمين اللي خلق الدنيا بست ايام قادر يخلقها بثواني، بس الحكمة الالهية في انك انت اليوم تتعب على حالك، في انك انت اليوم تصنع نفسك من نفسك. انا عارف انه في مراحل احباط كتير الانسان بيعيشها، وبعرف انه في لحظات يأس بتكون اكبر من اي قوة، أعظم من أي همة، ومرات بتكسر أي طموح، بس كن متأكد أنه أي فرصة في الحياة أنت بتخلقها لنفسك هي الفرصة انوجدت عشانك. بعمرك ما تستنى الحظ والنصيب يجيبوا لك ظرف معين، شغلة معينة، أو حتى حظ سعيد. كن متأكد أنك أنت الحظ السعيد لنفسك، وأنت بتكون مرات التعاسة لنفسك. فخليك دايما واثق أنه كل خطوة بتخطيها بحياتك ما كانت سدى.